وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ بك رب أن يحفظ. إذا بدنا ما العظم مبين عليها صار له 200 300 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. على لا تدوروا هون ما بصير تدوروا. أنا بنات خالتي. طب أنا بدي أعمل مقدمة من البداية هاي يا شباب تمام؟ السلام عليكم يا جماعة الخير ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الخير رايحين أنا والشباب في أحد الأشخاص دلونا على موقع مكان معين وبعيد من هون والطريق صاير مسلي كتير، فقلت والله نجمع الشباب هم نروح نزهم ونصور لكم شو بصير معنا وهم نفس الوقت كون ساعدنا حدا. في أحد الأشخاص هون اتصلوا فيني مقيمين هني منطقة بعيدة عني شوي، دلوني على مكان صاير فيه قبر واحد. هون في بعض الأماكن بزرع وحطوا هيك قبر واحد لأشخاص معينين بكون بضيعة أو ما شابه، فدلوني على المكان وقالوا شفنا على الشاهدة تبعيت القبر محطوطة هيك مثل كيس وفي قلبه غراض وما شابه وهيك، قالوا لنا انه ممكن يكون سعرنا شافوا فيه عظمة او ما شابه. نحن هلا رايحين لهنيك، هو المكان رايحين له حلو صراحة وفيه شوية ميات وكذا، هم راح نشوف شو راح يصير معنا هنيك وهل عن جد انه في مثل ما قالوا الاشخاص هذول او ما بعرف ممكن عم بكذبوا، وبنفس الوقت انه بناخذ شاورما وكذا بنروح بنعمل لنا نزهه هنيك وبنصور لكم. فترقبوا بالفيديو كلياتكم. هاي الشباب هون واليوم اخذنا زيادة محمد اخوي خليه يروح يتسلى معنا شوي. هاي ناجي ومهند والشباب وهي عمي ابو حسن كمان هون، هذا عمي ابو حسن من جماعتنا ها على العالم جماعة الطلعة. طبعا الطريق لهنيك كتير حلو وصاير مكان نروح له فيه هيك على الطريق، فيه هيك محل مثل هيك للنزهات وهيك ما شابه وفي ناس بتجي ايه، فوالله يلمينا الشباب وطلعنا احساس طلع هون الجبال حوالين المدينة الخرافي الساكنين فيها كلها هيك في جبال محيطة فيها حلو. ايه واي الشباب هون اخ يا خالتي تامر يلا صورة عشان نسحب المصغر هيا هيك نظامية تمام اكشن. ايه وقفنا على اشارة المرور. يا جماعة الخير مجرد ما نصل لهنيك مباشرة رح نصور كل الاحداث اللي بتصير معنا. جماعة الخير نحن هلا وصلنا للمكان، رح ننزل هلا قدامكم، خلي مهند يستلم التصوير مشان ما يرجع على راسنا. يلا يلا انزلوا طبعا نحن هالمرة حصرا زبطنا الوضع على انه يكون بالنهار، ما حبينا نروح بالليل عشان ما الناس تم تتساءل انه لا بتروحوا بالليل لا بتروحوا بالليل. هلا ها لسه في ضوء لحقنا حالنا لان المشكلة ما انا بس انا ما بشتغل انا بقدرت، بس في بعض من رفقاتي بيشتغلوا واخواتي منهم بيشتغلوا يعني، فبضطرني استناهم لينصرفوا عشان ايش قد من كان بلزمني ناس معي. المهم ده مهند هن دلونا وقالوا لنا انه القبر هذا موجود بعد تلة، وطبعا هون ما في قبور كتير، هون في عدد قبور ضئيل جدا والقبور من زمان يعني من زمان كتير، فيك تقول كل قبر صار له 100 سنة موجود هون. فقالوا لنا انه بعد التلة في جنبه وادي صغير، وانا بعرف هالمنطقة بنعرف احنا جايين قبل بمرة هون لان في نهر في بحيرة، فبنطلع نيجي هيك سياحة وبنتسلى وبناكل هاي وجبنا معنا اكلنا. بس قلت له الشباب اول شيء خلينا نروح نشوف المكان ونروح نشوف القبر بعدين، لاني ما بعرف بالاخير بجوز يكون مقلب او مزح او حدا من المتابعين حاب يمزح معنا من المقيمين هون في تركيا. هون فينا في بعرف ما هلا في هذيك التله هنيك، هي التله الوحيده يعني من عدا هذول هون. هون جنب في نهر قلنا، جنب في هيك مثل وادي صغير مثل هيك بركه، جايين نحن لهالمكان لنقشع اذا بنلاقيه ولا ما بنلاقيه. هون قدامنا في نزلة هي شو ضعيه ما هون انتبه في كان نيجيريا. خلك هيك بتصور هالمنطقه هيك تصور انا عندك من هون للمكان او لنلاقي القبر، اي اذا كان في قبر معقول جايبيننا هيك على خرطي؟ قال تقشع لا داخل اكسيديا سيران. هو نحن معتبرين ليكو نحن بنعرف انه ممكن يكون ناس عم تمزح معنا او ناس هيك، بس نحن قلنا يا ولد من جيت السيران يعني وبهلا عم نتلقى هيك شغلات كثيره ايه. مزح وجد وبين خدني اه ضيق شوي من هون ما فينا ننزل هون النهر جابسان مبين عليه هذاك هذيك البركه اللي قال عليها نحن بنطلع هيك امشوا ايه. وهي ابو النوج صاحبنا الخدوم، هاي محمد اخوي، هاي مهند طبعا كل الشباب متكاملين. يا جماعه الخير صحيح هيك في شويه بروده بس الجو يعني بقول لكم شيء عظيم هيك الجبال وكذا والاخر هي بتعرفوا انتم هالقالات والله جزدوره حلوه. طيب شوي جزدوره يا زلمه وصلنا هون كان لازم ماي يا شباب. مهند كانه بعت هيك الكاميرا لا هيك نظام نظامي هيك 05 اه تمام هيك صار نظامي لاني قربنا شوي وبعدنا فهم شان هيك على هي التله اللي قالوا عليها. خو مهند تصور والله يا ولد انا ما صرت يلا مش على مقالب ولا لا صرت اعتقد بالمقالب والله هيكوا يا جماعه الخير في هي المنطقه هون بالفعل في ناس بتعمل سحر في ناس بتضعوا لانه هون القبوره يعني قديمه فهم بتتخيلوا وفيهم مقابر صار لها مئات السنين واكثر واكثرين يعني. الله هي هون النهر وصلنا له هذا هو ما هيك قديم هذا هو انا ما بعرف صرت انا بس بدي التلات هلا هون في تلال ملانه بس المحل الاساسي هلا بلشت تمطر حتى نهايه بلشت تنزل مطره خفيفه
هاي هون هاي النهرة الصغيرة اللي قلنا عليها الزلمة. لا يا شباب مطر طلع على ما اعتقد هذاك هالأمر يا شباب. هنيك هو ما انا ما اظن هذي ليكون في حدا ما في غير الشط هنيك في هيك الشجرة. هلا هو اكيد بده يكون جنبه شجر يعني اكيد ما حيكون اكيد ما حيكون عادي يعني زارعين حمص. هلا ده هون هون كمان في شجر بس هم هذا هو تعب هذا هو القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم السابقون ونحن اللاحقون. هو مسوك هي لشوف اروح انا اتفحصهم. طبعا يا جماعه الخير التوضيح الاهم التوضيح الاهم يا جماعه الخير انا ما حفك السحر لاني ما شغلتي وانا ماني دارس لا شريعه ولا بعرف هالامور كثير. راح اشوف بس اذا في سحر حوالين القبر او الشاهد او هنيك وجوزه لقينا راح ناخذ القبر. خذ لك صوره عليه يعني قديم قديم مبين عليه ما في داعي احكي لكم يعني اشرح لكم عن الموضوع. حاطين حواليها الشجر وهي الشجر ما بعرف يمكن نبت لحاله اصلا حتى كثير لا حدا يقول لي لا حدا زرعه وحق المصحف موجوده خلقه ما هو في مين زرعه فتش من عندك ان شاء الله ولا هذا شوي تحت زحلها دود دود لا دود دود زحلها هيك تاجي على مشكله هيك قام شو بدك علي رجع رجع يا رجع يا بي شو وشي وشي روح خذه شوي هيك عن هذا بس في 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 هلا نحن ما بدنا نخرب الهرب للجماعه بيجي صبغه 200 سنه الجماعه بيجي بس ايش عم تساوي عدي شهادة ما بصير تشيلها ما في شيء لخي هي ذاتها مشيوا لخلقها حتى انا ما وجدت حطينا مشان ما يضيع القبر. شو هذا الكيس طيب؟ لانه هون لما بصير امطار انا اصلا جاي لعند هذا بالله العظيم لانه هون لما بصير امطار بنجرف وبصير سيلان خير الله. ايش فيه يا؟ في بسم الله الرحمن الرحيم ريحه بشعه كثير بسم الله الرحمن الرحيم كيس طيب كيس فاضي فاضي لا لا في بنفتشه بنفتشه مع انه انا هند كنت اقلب انا هي اطلع لا لا, لا 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 عدي حرام عدي حرام لا تنكش عدي ما بنكش القبر يا اولاد الحلال قبر كون ايش بكون والله ما قربنا عليه على كل خلينا نشوف الكيس تعال تمام حجي سامحنا بنشوف الكيس دستور لم اجيكم لا بتعزم ده اصور هون مهند اذا بدكم شغل خرب ديارة ضفدع وينه او ماي جاد جيبه 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 لا لا عيب لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا الزلمه بالبريه لا بأذينا ولا شيء تعو تعو تعال نشوف الله هذا لك عليه تعو لك تعو قبل ما تعتم العين يا زلمه بدنا ناكل لقمتين هون وبعدين نرجع للبيت يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دقيقه دقيقه طبعا هذا فاضي هذا بس ايه فيه ايش هالمي ريحه بشعه يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف شو هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا لازم الولد الدخان إذا بدنا ما ندقرو العظم مبين عليها صار له 200-300 سنة على الكاميرا أكيد راح تبين جديدة يا جماعة الخير بسبب الألوان الكاميرا بتعدي الألوان بس مبين عليه سحر نظام بسم الله الرحمن الرحيم على لا تدقروها ما بصير تدقروها بس أشوف يا لطيف في صورة شباب صورة صورة لا لا مبين الصورة ما أظن مبين على الفيديوهات ما يكونش لا لا تبين عضي لا تبين يا جماعة الخير هذا هو هيك وفي دبوس هون مشكوك دبوس وفي في قلبه ورقة ورقة حاول نطلع الورقه لا لا لا. يا جماعه الخير يا جماعه الخير في ورقه صوروا مهند صوروا بتقدر نطلع على الورقه لا لا لا, لا. تدور شيء طاوله ابي هي مثل ما هي بتلتف بورقه حتى انا بتتاخذ عند الشيخ خبصنا كثير تخبيصات ما حتتخبص مره ثانيه قولي ما بدنا نفتح في هون مقص وفي هون خيط يا جماعه الخير في ورقه ورا لها ومكتوب ورا ورا الصوره مكتوب اسماء مكتوب فيها واسماء مكتوب اسماء مكتوب خالد هون مكتوب بس مره نقرا لهذا بس كله كتابات غريبه بالتركي وبالعربي مشكله كتابات مشكله على كل يا جماعه الخير المقطع مثل ما هو الفيديو هذا الصوره مثل ما هي رح نلفها مثل ما لقيناها وناخذها لعند شيخ طبعا الامر مو مليء بالخطوره الحمد لله رب العالمين نحن ممكن نريح شخص من ورا هالشيء اللي عملناه لذلك مثل ما هي رح ناخذها عند ناس مختصين ويكونوا شيوخه ويعرفوا في هالشغلات ضبط في الكيس كمان هيك انا ايدي توسخت بدهم تغسيل هلا خد لك تعال نفقد القبر تفقيدة تانية نفقد القبر على السريع بس خد لك نظرة حوالين الحجر بس ما بتعرف جيش حتين واحد تاني بجوز والله يجزيه الخير الزلمة اللي تواصل معنا شكرا كثير لك الشخص اللي تواصل معنا الله يجزيه الخير لأن الزلمة عمل معنا معروف يعني جاي شوف في شيء خد لك خذوا لكم نظرة يا شباب اكتبوا بالحشرات افاعي في في هون عقارب ها افاعي والله العظيم شفت واحد انا وناجي اشها سرطعون شفتها نحن مبهر شو هو طيب شوي فرجيني ما عدي النظيف يا صغروا مهند هيقرب ايش هالحشرات دوده بعد بعد دوده دوده على كل اه جاي يا شباب لا لا ما اعتقد انه في شيء لانه هو الشخص اللي مفتشين قبلنا ونحن ما حنخبص نفتش وقفوا هيك ثانيه اقرا لكم الفاتحه على روحه اقرا الفاتحه معلش بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله العظيم. شو يا شباب نرجع؟ خلصنا هيك على ما اعتقد. ناجي شيل السحر بعد اذنك لانه انا بتنكرز اخر فتره من هيك امور بسبب المشاكل الكثير اللي صارت معي. يا جماعه الخير نحن هلا رح نوقف التصوير ورح ننتقل لمكان هيك حلو نبرق فيه ونجهز الاكل ناكل، والسحر هذا رح يتودى لناس تفهم فيه وتفكه، واحتمال نتواصل مع الشخص اذا لقيناه. وقف التصوير هلا ننتقل لهنيك عشان ما يصير طويل الفيديو كثير. طبعا يا جماعه الخير هلا خلصنا نحن وبدنا نعمل شويه هيك اجواء بتعرفوا انت تغيير جو. هون المكان كتير حلو، انا تمنيت لو جايين ابكر من هيك، بس شو بطلع بليد هلا لحتى خلصنا. الميات يعني كتير قويه يا جماعه الخير، راح احاول اخليها تبين شوي. مهند قرب الفلاش لعندك، بعلي نار التليفون. مهند هات الفلاش شوي. طبعا هون يا جماعه الخير المي قويه، يعني قويه لدرجه تعالوا هنيك في شلال صغير هنيك، وهي هون الشباب بيركين خوم. هون تصور شوي، صورنا دقتين من زمان. يا ريت جايبين مدة، نحن حطينا وجينا على حالنا هيك. اي والله ليه هالكاسة يا زلمة على القلب. بعفونا بدنا ناخذ يلا على الواقف هيك. شوي انا افضل مهند هنا بالاسم صورنا اللي يطلع عبيت. مهند انت خليك ماسك الكاميرا لنخلص اكل، خليه ياخذ بالسيارة ونحن على هلا. سندويش تشاورما بتكفي بربع، ثلاثة أربعة للواحد. سمعانين ناجي بدها ثلاث أربعة سندويشات شاورما. خير معلم. هل بدي أطلعه من هالفيديو يا دوب أكفي لناجي حق أكل. خير بابادي. لا يا عم. وقف التصوير وتعكل نكمل فيديو بعدين.